صحيح. طيب كابتن علاء، أسباب التعادل كتيرة، ولكن أهمها ان انت ما عملتش اي حاجه عشان تكسب. ما عملتش اي حاجه النهارده من بدايه المباراه نهايتها ان انت تكسب او الناس تبقى تتفرج وعارفه ان الاهلي هيجيب جول. معلش يعني. مش عندك الاحساس ده؟ لا خالص. ما هو الاحساس ده الاداء اللي بيديه لك ايمن، البدايه بقول لك انا الشوط الاول البدايه ضاعت منك، طبيعي الشوط الثاني لا ما ده ينفعش 45 دقيقه تضيعه كده، لكن الشوط الثاني نفس الشكل، نفس البطء، نفس الاداء، نفس انتشار وحش قوي اذا كان بلال بيتكلم. الاطراف انت ناسي حاجه اسمها اطراف، لان لعيبه الاطراف ما بيلعبوش على الاطراف. انت من اكبر مميزاتك وشكلك الحلو ودايما اي ضغط بتعمله على اي فريق انك اولا استحواذ كويس قوي، تمرير صح، كله استخدم الاطراف كويس جدا. انا معاك علي معلول مجهد وتعبان، حوده حدو قاعد بره، مش عيب. ما هو لعيب في النادي الاهلي يا ايمن، لو انا علي تعبان على فكره ده كتر خيره يعني، لو انا شايف ان علي تعبان محمود وحيد يلعب مكان لعيب كويس ولعيب موجود في النادي الاهلي، ادام موجود في النادي الاهلي يبقى انت اكيد لعيب كويس، انت مش جاي كده يعني، مش جاي كده تقعد وخلاص. لا دي حاجه. الحاجه الثانيه شراستك الهجوميه مفيش. شكل ادائك يا ايمن، شكل ادائك انت مالكش، مفيش ملامح. دايما الفريق بيبقى ليه ملامح في شكله، في تمريره، في ادائه، في حاجه بتتعمل. انت النهارده 96 دقيقه انت مش واضح انت عايز المباراه، ما ينفعش. بس 96 دقيقه انت مش واضح عايز ايه. طيب خليني اكلمك في حاجه انت قلتها، الشراسه الهجوميه وافتقادك للشراسه الهجوميه. مش موجود دي لعيبه في الملعب ماشي، بس لازم يبقى حتى ما انا بقول لك ايه، مش شلوتي امبارح ايه لا اصل انا بتكلم بالصدفه كده وحصل. ماشي. شلوتي الشوط الاول ريال مدريد امبارح مش موجود. أيه. ولا شراسه ولا حاجه، هو لدرجه ان هو قال لك كنا ناعمين. يعني تخيل انت مدرب يقول لك احنا كنا ناعمين شويه، الشوط الثاني غير الحال تماما، هو اللي ضاغط وهدف واثنين ومسك بسبب عشان شخصيه ريال مدريد وشراسه لعيبته. مش شراسه هجوميه بس يا ايمن، شراسه دفاعيه، ازاي اقطع الكوره، ازاي ما ينفعش عليا هجمه مرتده زي اللي فاتت دي. انا النهارده لو انت حقاني قوي تقول النهارده كويس نقطه التعادل، لان الهدف الضعف الاخر جت في القائم، لو حاول يضيعها مش هيحاول، مش هينفع. لكن من ستر ربنا الحمد لله ان الهدف ده ما جاش، لكن النهارده هتجيبها ضيع منك، الوقت كان قليل جدا. وعشان ترجع للمباراه دي ما عندكش المقاومات دي خالص، ما ينفعش يعني. انت قصدك شراستك في انك انت عايز الثلاثه بونت مش ما جتش موجوده النهارده خالص، طمعك عايز عايز الماتش ده. ايوه انت فاهمني، خلصت الرجاء والحمد لله اتاهلت، داخل على دوري، دوري عام الناس كلها بتبص عليك. واتكلمنا على فكره في الاستوديو هنا وقلنا جماهير الاهلي دايما عينها على الدوري العام. صح. دايما عشان كمان انت السنه اللي فاتت فقدت الدوري العام اللي هو البطوله المفروض باسمك انت في النادي الاهلي. صحيح. فاهمني، ف دي ما كانتش موجوده ايمن. ايمن دي مش لعيبه يعني، حتى لو اللعيبه نازله كده لا، في شوط بين الشوطين وفي كلام يبقى جامد كتير على فكره، كلنا مرينا الموقف ده، بس دايما بتلاقي اللي يصحصحك واللي يكلمك وكده. يعني في كوره اللي هو الشناوي في الشوط الاول انقذها، عمل ايه بعد الكوره دي لو الكاميرا جت عليه؟ قام بيزعق في اللعيبه كلها، لان هو حاسس ان مش دي مش روحنا. صح. دي مش شخصيتنا، دي مش ادائنا، دي مش، لا احنا مش طمعانين في الثلاث نقاط. انت النهارده ايمن ساعدت طلائع الجيش في السيناريو اللي عمله طارق. بالظبط. طارق عمره كان متخيل ان النادي الاهلي هيساعده كده، فساعده تماما في كل حاجه، بطء، تمرير مقطوع، هجمات بطيئه جدا، شراستك مش موجوده، حتى دفاعيه مش موجود، بس ديانج هو اللي دايما بيحاول يقطع ويروح ويجي زي ما قال كابتن شريف. صحيح. لكن انت ما بتلعبش لعبه فرديه، انت لازم تبقى جماعيه، جماعيتك النهارده مش موجوده. يعني النهارده بص ايمن بتحصل على فكره في كره القدم، بس انت النهارده فاقد عوامل فوزك، جماعيتك حتى على المستوى الفردي، مش انت برضو مش احسن فرديا، مستوى الجماعي انت مش موجود، الشراسه مش موجوده، يعني حاجات بطيئه، حاجات يعني حاجات كده واضحه النهارده. يعني انا كنت متخيل الشوط الثاني مع مرور الوقت احس ان لا مظبوط في ضغط هتحصل، عايزين ثلاث نقاط النهارده يا جماعه، عايز أكسب. لازم اكسب انا النادي الاهلي، لازم اكسب احاول حتى لو ربنا مش كاتب. بس انا ايه في الاخر كده نطلع نتكلم نقول كلنا ايه، لا احنا حاولنا النهارده، بس في الاخر الحاجه مش بتاعتنا، ربنا مش رايد. انت ما عملتش الخطوه دي، يعني انت ما ساعدتش للمكسب النهارده. صح. انت الريتم طول ال 96 دقيقه بطيء يا ايمن،
ما ينفعش فريق بحجم وقيمه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي ما فيش تسديده النهارده في على ال 96 دقيقه، ما فيش تسديده، تسديده واحده، فرصتين، فرصتين ما فيش، فرصتين طول المباراه، واحده عملها طلع الجيش والثانيه اللي عملها صلاح محسن، طلعها محمد بسام. ما هو خد بالك ال 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 الحاجات دي بتديك على طول النتيجه ان انت النهارده مش في حالتك.